الدراري ديال المدرسة راه معذبين، يعني الأغلبية كيغادر المدرسة. علاش كيغادر؟ لأن البعد. يقدر كيقراو كيوصلوا الستة الخمسة، هادو يعني للذكور. أما الإناث مساكين حتى هما كيغادروا على حسب البعد، كيتحولوا باش يقراو في المدينة. المدينة بعيدة تقريبا ساعة ونص ساعتين، هادي يعني في اليامات اللي ما كيكونش الثلج. اما الايامات اللي كيكون الثلج راه الناس الطلبه هادو مكرفسين مساكين، حقاش البعد وزيد الثلج والشتاء والتكرفيس راه مكرفسين. الطلب ديال هاد الساكنه هادي انهم يهيئوا لهم حتى هما يقربوا لسميتو اما النقل، واما يبنيوا لهم ولا يشوفوا شنو شي حل مهم باش يقراو. احنا مثلا البنات هنا ما كاينينش اللي كيكملوا القرايه حيت بعيده علينا المدرسه. ما واخا هنا كاين الابتدائي ولكن الاعدادي والثانوي ما كاينش. في الشتاء ما كاينش كنديروا نكملوا القرايه، كنضطروا نخرجوا من القرايه. حنا الاعداديه كاينه في المدينه في افران، حنا في نواحد افران، يعني الاعداديه بعيده علينا، بعيد الحال 15 كيلومتر بحال هكا، ما عرفتش المسافه بالضبط ولكن راه بعيد الحال. راه تما راه الغيس كنتكرفصوا، يعني البنت ما غتكملش قرايتها، باقي بعدا الدراري يقدروا، ولكن البنات كلنا كنضطروا نخرجوا من القرايه. راه كنضربوا الطريق بزاف المدرسه، بحال دابا تكون شي ساعه ونص بحال هكا عاد نوصل للمدرسه بعيده الحال. يا ما الشتاء كنلبس غير الميكات بحال هكا باش نضربوا من الشتاء. لا ما كاين لا ترونسبور غير على رجلينا. الطلب ديالنا هو يسدوا لنا الطريق، غير زعما يقربوا لنا المدرسه، يديروا لنا بحال ترونسبور بحال هكا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.